تقول السائلة: ما حكم خروج المرأة إلى الندوات والمحاضرات باستمرار كأن تحضر في وقت العصر حلقات تحفيظ القرآن، وفي فترة ما بعد العشاء تحضر الندوات لبعض العلماء، فهل هذا الفعل يجوز إذا كان برضا وليها؟ وهل في ذلك مشابهة للرجال بكثرة الخروج؟ وهل يخالف الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن؟ لا حرج على المرأة أن تخرج إلى حلقات تحفيظ القرآن النسائية لتحفظ القرآن، فإن هذا من الخير. وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تحضر الندوات إذا كانت تنتفع بذلك، حتى لو تكررت المحاضرات والندوات كل ليلة فلا حرج عليها إذا أمنت الفتنة ووافقها وليها على ذلك. وهذا لا يخالف الآيات الكريمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن المرأة لم تخرج من بيتها إلا لمصلحة فوق بقائها في بيتها. على أن الأمر والحمد لله في الوقت الحاضر يمكن تداركه بالنسبة للندوات والمحاضرات بالأشرطة التي تسجل فيها تلك الندوات والمحاضرات، ولكن ربما يكون بعض المحاضرين لا يرغب أن تسجل محاضرته، وحينئذ يكون لابد من حضور المحاضرة لمن أراد أن يستمع إليها.